القبر تلك الحفرة الضيقة التي قطعت قلوب الصالحين لعلمهم بما يكون فيها. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ فكان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. يختبر الإنسان في تلك الحفرة الضيقة، وذلك أن المؤمن إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار عن الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يقعد عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا خرجت لم يدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين حتى يأخذوها ويحنطوها بذلك الحنوط ويكفنوها بذلك الكفن، وتخرج منها ريح كأطيب ريح مسك وجد على وجه الأرض، ثم يعرجون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحب الأسماء التي كان ينادى بها حتى يبلغ السماء الدنيا، فيستفتح له فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان ابن فلان، فتفتح له أبواب السماء ويقال: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. ويشيعه من كل سماء مقربوها حتى تبلغ روحه السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم تعاد روحه، فإذا أعيدت روحه فإنه يسمع قرع نعال أصحابه عند انصرافهم، ويأتيه ملكان فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالحق من عند الله فصدقناه. فيقولان: وما علمك؟ فيقول: تعلمت كتاب الله فآمنت به. فينادي مناد أن صدق، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها. ثم يجيء رجل حسن الثياب حسن الوجه، فيقول: أبشر، فهذا يومك، الأبشر بالذي يسرك،
فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وأنت من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. يريد أن يلحق بأهله وولده،